السلام عليكم، انا عمر علي من قناه عمر برو، واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده. النهارده هنشوف مع بعض لانشر محترم جدا. لانشر هيضيف لك ميزه قويه جدا في الموبايل الخاص بيك، هخلي الموبايل الخاص بيك مميز عن اي موبايل تاني، هيعجبك بشكل كبير جدا وهيعجب اصدقائك. فتعالوا بنا نتعرف على اللانشر ده، ورابط التحميل هيكون في الوصف اسفل الفيديو. طبعا في البدايه لو انت اول مره تشاهدنا ما تنساش تدعمنا بالضغط على اللايك وتشترك في القناه وتعمل اعجاب لصفحتنا على الفيسبوك. طبعا الروابط دي كلها هتكون في الوصف اسفل الفيديو. طبعا اللانشر ده اللي انا بتكلم عنه، بعد ما تحمله من جوجل بلاي متوفر مجانا، تبدا تفتحه بالشكل ده، هيبدا يظهر لك بالواجهه دي. تضغط هنا تديله السماح بالشكل ده، بعد كده تضغط على ستارت من هنا، هيبدا يحول لك موبايلك بالشكل ده. شكل محترم جدا، شكل خرافي بصراحه زي ما انت شايف معايا. طبعا هتلاقي عندك تطبيقات كلها بالشكل الاحترافي ده. طبعا لو سحبت كده هتلاقي الساعه. طبعا هنا عندك جهات الاتصال والرسائل والكاميرا، جوجل كروم، ممكن تتصل باي حد بالضغط هنا، هيظهر لك الشكل ده. طبعا شكل محترم جدا. ممكن تضيف تطبيقات في الواجهه دي بالضغط هنا، هتلاقي تطبيقات عندك انضافت في الواجهه دي. لو حاسس ان الجهاز معاك بطيء ممكن تضغط على التسريع من هنا، هيبدا يفضيلك الرام ويزود لك سرعه الموبايل. وممكن تعمل اتصال باي حد بالضغط في المكان ده، وممكن تدخل على جهات الاتصال بالضغط هنا. بصراحه لانشر محترم جدا، لانشر احترافي، انصح الكل بتحميله. لينك التحميل في الوصف اسفل الفيديو. بس ده كان فيديو النهارده، لو في اي استفسار سيبوه في الكومنتات. واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم.